الرباع العوني. تبدو الأحزاب والحركات والتيارات اللبنانية أقرب ما تكون إلى تنظيمات عائلية منها إلى أحزاب تحمل مشاريع. فحزب الوطنيون الأحرار هو الحزب الشمعوني بامتياز، وحزب الكتائب اللبنانية هو حزب الجميليين بامتياز، والحزب التقدمي الاشتراكي هو الحزب الجنبلاطي، والحزب الديمقراطي اللبناني هو حزب المير طلال ودارة خلدي. أما حركة أمل فلم تخضع بعد إلى امتحان ديمقراطي جدي، وإن رغب أبو مصطفى بتولي مصطفى قيادة الحركة فهل سيجد من يعارضه؟ ومثل أمل لم يخض حزب القوات اللبنانية امتحان انتخاب رئيس له بوجود الدكتور جعجع على قمة الهرم الحزبي. حتى تيار التوحيد العربي فسيبقى تيار وئام وهاب ومن سيرثه من أولاده بعد عمر طويل. أما التيار الوطني الحر فلم ولن يخرج من تحت وصاية الجنرال عون، ففي العام 2015 انحاز الجنرال إلى جانب صهره المجتهد في وجه ابن أخته النائب ألا عون وزكاه، ففاز ومعه نائباه برئاسة التيار العوني. وفي أيلول 2019 لم يترشح أحد ضد باسيل لرئاسة التيار، ففازت لائحته بالتزكية وبقيت دفة القيادة ضمن البيت العوني. وما يعزز الحالة العونية المتوترة منذ عهد الصبا الأول وجود النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون في صلب الحالة ومشروعها، وإن أقصيت من موقعها أو قررت الانسحاب من الجسم القضائي فقد تكون أحد أحصنة التيار الرابحة في الانتخابات النيابية المقبلة بترشحها عن أحد المقاعد المارونية في الشوف إلى جانب الدكتور ماريو عون. تخيلوا مجلسا نيابيا طالعا من رحم الثورة والتغيير يضم رباعيا عونيا مؤلفا من ألا عون وهو الأكثر اتزانا بين العونيين، وسليم عون وماريو عون وغادة عون في كتلة نيابية متراصة، فكيف إن تبوأ واحد من الشخصيات السياسية الأربع رئاسة التيار في العام 2023 بما يؤمن ديمومة العونية فكريا ونضاليا من ميشيل إلى جبران إلى غادة، من يدري؟